بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد والسعادة على قلوبكم. حي الله المضافين الجداد، منوريني ومنورين قناتي، وإن شاء الله يا ربي تكون هالقناة فيها فائدة لكم وشاهي دليلة علي يا رب العالمين. هنا كنت أجهز فطور عيالي، سويت لهم فرنش توست يحبونه مرة، وأسوي لهم طريقة صحية، حط حبة بيض وحليب بدل كريمة الخفق ورشة قرفة، بس أخفقهم وأحط بدون سكر بدون شيء، أحليه بعسل وبتوت، مرة صراحة لذيذ. وهنا كنا طالعين عندي موعد في المستشفى، طبعا هذا التصوير بنات كله قبل تعبي، حتى الفيديو السابق كان قبل تعبي، عشان كذا لما تشوفوني آكل بهالمقاطع هذه تحسبوني بعد التعب. للأسف إني الآن ما أقدر يعني أكل كثير من الأكلات، فالحمد لله حتى الفلافل هنا بس صدقتها ذواقة، يعني كان بداية يعني التعب. الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر، أهم شيء الإنسان بصحة وعافية، ويعني كل شيء يهون الباقي. هنا دخلت عاد لما رجعنا البيت كان عندي، طبعا ما راح أسوي غدا، جهزت لعيالي سندوتشات سريعة، ودخلت المطبخ عندي درج المؤونة شوي في حوسة، قلت بنظفه تنظيف. طبعا انا نظفتهم قبل فترة، لكن درج المؤونة كان مرتب مو محتاج يعني ذاك التنظيف، بس حبيت اليوم اني اطلع كل شيء وانظفه تنظيف يعني عميق مرة. خلاص كذا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، يعني المطبخ تقريبا خلصته، خلاص ما عندي في شيء، بس باقي لي اللي هو تنظيفات البيت اللي يحتاج، فما راح ارهق نفسي. انا منتج لكم الان بعد التعب، بس التصوير هذا سابق لأنه ما منتجت الفيديو السابق، كنت منتج عشان كذا ما تكلمت ولا قلت لكم أن التصوير هذا من قبل، لكن الحين لا الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. لسه باقي معي ألم، بس الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر على الصحة والعافية، ويا ربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. مستمر على الأدوية، وإن شاء الله بإذن الله راح أسوي تحاليل ثانية بعد ما أخلص الأدوية. هنا قعدت أكمل أعبي العلب، صراحة ما غسلتهم إلا العلب الفاضية، يعني العلب الفاضية غسلتهم الباقي لا. فهنا نكب معي الحليب، الطاولة عندي نظيفة فقلت ما راح أكبه، راح أحطه في علبة وأستخدمه مع ماسكاتي حقات البشرة. طبعا نوعية الحليب هذا بنات، أنا أجيب الحليب النيدو عشان الباودر، أجيبه بس عشان الحلويات الأشياء اللي أنا أسويها، لكن كطبخ ما أطبخ، كقصتي يعني أسوي فيه حليب لا ما أسوي. إحنا نجيب حليب فريش، ما نشرب حليب النيدو أبدا ولا نحبه صراحة. وبس هنا طلعت كل العلب في الدرج وقعدت أنظفه. طبعا هنا مكنستي، مكنسة دايسون، مصورتها لكم قبل في تقريبا قوائم التشغيل، أجهزة لا ما أستغني عنها. وشوفوا بنات، دايم تسألوني عن المنتدى، تقولون وين المنتدى؟ المنتدى بنات حقي موجود في نفس اليوتيوب، ادخلوا على اسمي يطلع لكم فيديوهات قوائم التشغيل، برضو المنتدى اضغطوا على المنتدى يطلع لكم، يعني هو اللي مجرد أكتب فيه كتابات أو أنزل فيه صور أو أنزل فيه حفظ القرآن. بما أني تكلمت عن حفظ القرآن فحابة أقول للبنات اللي حابين يدخلون معنا، أنا موجودة ترى على المنتدى، أنزل 3 أيام في الأسبوع، تقريبا نصف وجه حفظ، يعني أنزل 3 مرات في الأسبوع اللي هو الأحد والاثنين والثلاثة، الأربعاء يكون مراجعة لحفظ ما سبق، فمرة الطريقة سهلة. أنا ما حبيت الآن خلصنا سورة القيامة، فلي حابة تدخل معنا وتبي أحد يشجعها نصيحة تدخل معنا، لأن مرة ما شاء الله يعني الطريقة جدا سهلة وجدا ميسرة، فأفضل قارئ تتبعون معه بالأحكام وبالتجويد الشيخ إبراهيم الأخضر. وأنا نزلت لكم في المنتدى، بعدين إحنا من فترة والله طويلة، أنا ما أحب أطول، الآن الأسبوع هذا خلصنا سورة القيامة، فيسر مرة عشان البنات يتحمسون ويحفظون، حتى لو كان الحفظ بسيط أهم شيء الواحد يستمر ويحفظ.
الله يكتب لنا الأجر يا رب العالمين ولا يحرمنا. هنا فضيت كل شيء وحطيت المنظف، أستخدم أنا أي منظف موجود عندي، منظف أسطح، ما عندي أعبي تيشول أو أعبي أي مطهر داك أو مثلا بريف، وخلاص أحط عليه موية وأستخدمه. أمسح الفوطة لأنه قلت لكم درج المؤونة تقريبا شهريا أنظفه، لأن لازم أنظفه عشان قبل ما أجيب مقاضي الشهر أشوف أنا إيش محتاجة وش اللي أبيه. فهذه أفضل طريقة أني أعرف إيش الموجود عندي وإيش اللي انتهى وخرب. فدائما أسوي تنظيف لدرج المؤونة ودرج والثلاجة. فالحمد لله يا رب لك الحمد والشكر، هالطريقة أحسنها حفظ للنعمة بعد. فيا رب لك الحمد والشكر. هنا الدرج هذا مخليته بنات للقهوة حقتي، طبعا أنواع القهوة اللي موجودة عندي والفطور، فيصير سهل علي وأنا أسوي الفطور أعرف إيش اللي موجود عندي، ومثلا سكر ستيفيا، زيت جوز الهند. فإن شاء الله بإذن الواحد الأحد راح خلاص الفيديو، خلاص أنا خلصت الفيديوهات التصوير السابق، في وصفات من صورتها بس راح أدمجها مع فيديوهاتي إن شاء الله، لكن أنا راح أتبع نظام صحي بإذن الواحد الأحد، وراح خلاص ما في خرابيط. اللي حابة تستمر معاي بإذن الله إن شاء الله من فيديو السبت إذا نزلته راح يكون كله وصفات صحية وأكل صحي. أول شيء عشان تعبي، ثاني شيء أنا من زمان يعني كان عندي هدف إنه السنة هذه يكون نظامها صحي. وبالنسبة للي قالوا لي القهوة، بنات أنا ما شربت القهوة لي تقريبا 5 أو 6 أيام، ما شربت قهوتي أبدا صراحة، مرة متضايقة ومشتهيتها بقوة، لكن بحاول أقلل منها وراح أشرب تقريبا 2 مرات في الأسبوع. أتوقع إن شاء الله نقول إن نقدر بإذن الله. هنا هذا وصفة بنات مسويتها يوم ثاني، يعني مو بنفس اليوم اللي أنا نظفت فيه. الوصفة هذه مرة لذيذة صراحة، ما كنت ناوية أصورها بس بعدين قلت إن شاء الله بنات يستفيدوا منها وتكون وصفة سهلة. عندي صدور دجاج قطعته صغار وتبلته يعني أي نوع بهارات أنتم تحبونه، بابريكا، ليمون، ثوم، بهارات مشكلة اللي موجود عندكم، وشوية خل. بعد ما خلص أحطها على زيت زيتون وأترك، أو زيت اللي أنتم حابين، وخليها تتحمر شوي بدون ما أغطيها بنات، بس أبيها تتشوح. بنفس المقلاية أحط جزر شرايح وفلفل رومي وأحركهم لين يتشوحون معي وتغير لونهم. بعدين أضيف الرز المصري تقريبا كوب عندي. الأرز المصري بنات مغسول ومنقوع شوي، بعدين صبيته على الخضار وحطيت عليه صدور الدجاج اللي أنا تو حمرتها، وأضيف عليه موية. ضروري تكثرون الموية، أنا هناك شوية زيد عشان يتسبك معي، فأفضل شيء أنتم حطوه. أنا حسيت أني كثرت الرز، بالعادة أحط نصف كوب، فإذا أنتم بتحطون كوب كامل حطوه على قدر، وبس مع بعد ما يتسبك وينضج معي الأرز أزيده موية. لكم حرية الاختيار تضيفون كريمة الخفق آخر شيء أو تضيفونها مع بداية التحمير، رشة بسيطة بس أنا ما أحب أكثرها الكريمة، لكن أنتم إذا حابين تضيفون تكثرون كريمة عادي براحتكم، بس خلوها تتسبك معاه شوي. لازم يكون بنات غرقان صوص، لازم يكون معاكم غرقان صوص، وبكذا يكون الطبق جاهز. مرة يا بنات طعيم قوة، جربوه مع صوص الطحينة مرة لذيذ. هذا كان تصوير الكيكة بنفس اليوم اللي أنا نظفت فيه المطبخ. بعد ما نظفت وخلص لقيت عندي بالثلاجة شوية تين وخفت أنه يخرب صراحة، فقلت بسوي لعيالي كيكة. أحب الكيكات اللي تصير في الفواكه مرة لذيذة، وأنا طريقتي للكيكة جدا كلها نفس الشيء، لكن أغير بالنكهة، يعني مثلا الفواكه أغير في أي نوع أنا راح أضيفه لها. اللي نحتاجه حبتين من البيض أو 3 حبات. أنا أستخدم دائما الكيكي أستخدم الزبدة، لكن هالمرة ما عندي، ما استخدمت إلا شوية زيت عادي، فأضفت نصف كوب زيت وأضفته مع البيض، وأضفت نصف كوب سكر، بعدين حطيت معاهم رشة الفانيليا وأتركهم أخلطهم بالخلاط حق الكيك اليدوي أو تحطونه بالخلاط العادي.
ضروري الخطوة اللي ما يضبط معاها الكيك ضروري تخلطه بالخلاط عشان يطلع معاها بطريقة، يعني يطلع معاك الكيك مرة ناجح. أنا للأسف كنت مرة فاشلة صراحة بالكيك، بس خلاص حطيت براسي إني إن شاء الله بضبطه، والحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. بعد عدة تجارب صرت ما عاد أحب الخليط الجاهز، أحب أسويه بالبيت وأضيف النكهات اللي أنا أبيها، وأقدر براحتي أقلل كمية السكر أقلل كمية الزيت، فهالطريقة مرة حلوة ويخليك تقدرين تضيفين تكون إضافات صحية أكثر. فهذه كل المقادير حقت الكيك. أهم شيء أنا صراحة صرت أعرف له الحمد لله وأسوي بالنظر، فطبقوا هالطريقة وبإذن الله يضبط معاكم. أهم خطوة أن الفرن يكون مشغل قبل تسوين الكيك وتنخلين الكيك، ضروري أن الواحد ينخل الكيك عشان يضبط معه ويدخل فيه هواء. هنا أضفت المقادير كلها بكوب الخلاط، هذا مو بكوب العصير حقي اللي استخدمه، عندي كواب اثنين، الحق القديم طلع يشتغل فخصصته للصوصات اللي أبيها مثل صوص الزبادي والأشياء السريعة دي. بعد ما خلطنا كل المقادير خلاص حطينا في نفس الزبدية. إذا حابين بنات تحطون كل الإضافات بالخلاط ترى عادي، لكن أنا هذه طريقتي، أخلطه بالخلاط وبعدين أرجعه بالزبدية وأضيف باقي المواد. بالنسبة لي الكيك أضيف له شوية حليب، لا تكثرون، الزبدة والبيض كافية إنها تكون يعني مواد سائلة للكيك. فأنا ما أحب الكيك اللي يجيكم خفيف مرة يتقطع معك بسهولة، لا أحب الكيك يكون شوي متماسك، وبإذن الله تشوفون طريقته معي. هذه أضفنا باقي المقادير، ملعقة صغيرة مرة بيكربونات صوديوم، رشة ملح ورشة فانيليا وملعقة باكينج باودر. أفضل طريقة إذا بتحطون كل المقادير بالخلاط حطوها بنات بدون باكينج باودر، خلاص خلوا الباكينج باودر آخر خطوة عشان يطلع معاكم ينتفش، لأنه كثر الخلط يخلي الكيكة يعني ما تنتفش معكم أكثر، وهذا القوام المضبوط. بعدها أضفت المكسرات وأضفت التين، أضفت رشة قرفة، المكسرات اختيارية، حطوا اللي تبون، الفاكهة حطوا اللي تبون، تبون تحطون مثلا خوخ توت اللي أنتم حابين تضيفونه، قطع موز عادي لكم حرية اختيار. بعدين خلاص كل المقادير أخلطهم مع بعض وأحطهم في زبدية. أنا أحب قوام الكيك كذا ما يكون خفيف مرة، أهم شيء حطيت ورق الزبدة وخلاص نحط باقي المقادير. شغلتها على درجة حرارة 180 ودخلتها الفرن من فوق ومن تحت، فرني مروحة تقريبا أخذت 25 إلى 30 دقيقة، وبعد كذا صارت كيكتي جاهزة. مرة يا بنات لذيذة، ودي صراحة أنكم تجربونها، مرة مرة صراحة لذيذة. وأضفت بنات الدقيق تقريبا كوب ونصف، يعني أنا أضيفه بالتدريج، فأنتم ضيفوا بالتدريج لين يضبط معاكم القوام، والحليب نصف كوب. راح أكتب لكم المقادير في المنتدى عشان اللي حاب تطبقها. وبكذا وصلت نهاية الفيديو، نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.